وللحديث أكثر عن القطاع الصحي في العراق وما يعانيه من تدهور يرده المراقبون إلى الفساد الذي يضرب القطاع، ينضم إلينا عبر الهاتف من لندن أخصائي طب الطوارئ الدكتور عرفان يونس الشمري. أهلا بك دكتور عرفان. بداية، يعني كشف في تقرير ألماني متعمق عن مسؤولية أمريكا عن تفكك النظام الصحي في العراق. السؤال هنا، ما الدور الذي لعبته أمريكا في انهيار القطاع الصحي في العراق عموما؟ تفضل. تحياتي لك أخي العزيز ولجميع المشاهدين الكرام. أهلا بك. مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية عن تردي الوضع الصحي بالعراق نقدر نلخصها في مرحلتين. المرحلة الأولى هي مرحلة الحصار الاقتصادي اللي فرض على العراق من عام 1990 وإلى الاحتلال، والمرحلة الثانية هي تردي الوضع السياسي ما بعد الاحتلال، حيث لم يتحسن النظام السياسي بحكومات ما بعد الاحتلال، ما حسنوا من واقع النظام الصحي بالعراق. انتشرت الرشوة والمحسوبية والسرقة بشكل كبير، مما أدى إلى أنه تدهور صحة المرضى، وهذا أدى إلى عدم القدرة على تحقيق توقعات الشعب العراقي. لم تواكب الدولة وتيرة الزيادة السكانية واحتياجاتها الاجتماعية. فمثلا أصبح عدد سكان العراق عام 2019 39 مليون، لكن وبحسب البنك الدولي انخفض عدد الأسرة بالمستشفيات. فمثلا بعام 1980 كان عدد الأسرة 1.9 بالعشرة سرير لكل 1000 عراقي. في عام 2017 أصبح عدد الأسرة 1.3 بالعشرة سرير لكل فرد عراقي. هذه هي مسؤولية الولايات المتحدة الأمريكية التي جاءت إلى العراق، والتي أدت إلى بسياساتها الخاطئة أدت إلى تدهور الوضع الصحي. نعم دكتور عرفان، بحسب صحيفة واشنطن بوست فإن وزارة الصحة لا تعاني عجزا في ميزانيتها، خصوصا أنه يخصص لها في موازنة العام الجاري أكثر من مليار دولار. السؤال هنا، لماذا تعجز الوزارة بعد هذه الميزانية الكبيرة، لماذا تعجز عن بناء المستشفيات وتقديم الخدمات؟ أخي العزيز، عندما يسيطر على الواقع الصحي أو على كل المؤسسات الصحية أو مؤسسات الخدمية بالعراق مجموعة من الفاسدين، لا تتوقع في أي حال من الأحوال أنه يظهر نظام صحي متكامل يبني مستشفيات مثل ما كنا نشوف. غالبية المستشفيات مثلا المشيدة بالعراق هي عبارة عن 190 مستشفى حكومي ما بين عام 1956 إلى 2001، كانت مجهزة بكل الأجهزة الطبية. 45 من هذه المستشفيات كان في بغداد، وعندها قدرات استيعابية كبيرة، يعني اشتغلت في هذه المستشفيات وأعرف إمكانياتها. عندما جاءت أمريكا للعراق ما شجعت على إنشاء مستشفيات حكومية جديدة، أنشئت فقط 9 مستشفيات، 4 منها بتمويل الجيش الأمريكي والمتحدة، وهاي المستشفيات البقية اللي هن المستشفيات الخاصة اللي شجعتها أمريكا على إنشاء، هي 235 تقريبا مستشفى. هذول المستشفيات خاصة ما توجد بها رعاية بنوعية عالية، وعذلك تكاليفها تكون عالية أيضا، والفرد العراقي لم يستطع أن يوفي بمتطلبات هالمستشفى. مسؤولية ما يجري إنه في الوزارة، وزارة الصحة، هي عبارة عن مجموعة من يعني فساد إداري، فساد أخلاقي، الرشوة منتشرة. حتى تحصل لك مكان في وزارة الصحة يجب أن تدفع فلوس إلى أن توصل إلى. وضحت هذه الفكرة دكتور عرفان. طيب، عند الحديث مثلا عن البنية التحتية والتجهيزات، هل ترى أن الحكومة وفرت الإمكانيات اللازمة لتقديم خدمة صحية مقبولة وفق معايير الصحة العالمية؟ للأسف لم توفر الحكومة ولا وزارة الصحة الخدمة اللازمة لكل فرد عراقي، وهذا يعني مثلا عدد الأطباء بالعراق لا يتجاوز الآن إلى 30,000 طبيب، مع وجود نقص في تخصصات محددة مثل تخدير طب الأعصاب، جراحة المسالك البولية. استيعاب المستشفيات هو أقل من 45,000 سرير في بلد عدد سكانه 39 مليون. لم توفر وزارة الصحة البنى التحتية الضرورية لاستيعاب المرضى، وحصل ما حصلت مشاكل في
في جائحة كورونا. الحقيقة هذه واحدة من المشاكل التي قصفت بالقطاع الصحي بسبب تدهوره وبسبب الفساد اللي موجود. طيب إذا كان الفساد يضرب القطاع الصحي بعمومه في العراق، فكيف ترى دور الأجهزة الرقابية في ظل معلومات عن سرقة أدوية المرضى بما فيهم حتى مرضى السرطان كذلك؟ أزيدك من الشعر بيت، كيماديا اللي هي المسؤولة عن الأجهزة والمستلزمات الطبية بالعراق أفلست في عام 2018. هاي المؤسسة الرائعة اللي كانت سابقاً في قبل الاحتلال كانت هي المسؤولة عن استيراد الأدوية إلى الشعب العراقي. ضيعوا مبلغ 800 مليون دولار، خلى الحكومة العراقية تستورد أدوية من أطراف أخرى لا علاقة لها لا بالمهنية ولا بالنزاهة ولا تفترض حتى بالمصلحة العامة. منظمة الصحة العالمية أوصت ب 59 علاج لمرضى السرطان بكل أنواع، العراق يستورد فقط 4 من هذه العلاجات. المشكلة أنه كل هيئات النزاهة إذا رادت أن تمسك الفاسدين، الفاسدين هم من الذين يعني مسنودين بأحزابهم السياسية، وبالتالي هذا يعني نلاحظ أنه الإقصاء والقتل والاختطاف هذا كلها من يهدد مؤسسات النزاهة وهيئات النزاهة، وبالتالي ما تقدر تشتغل، ما تقدر تكشف الفساد اللي موجود والمستشري. المواطن العراقي هو اللي قاعد يحس بها لكن الفكرة. ما يقدر يتحط فيه. نعم. من لندن كنت معنا عبر الهاتف أخصائي طب الطوارئ دكتور عرفان يونس الشمري، شكرا جزيلا لك.